بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، اليوم بدنا نبدأ الشابتر الرابع، Project Management، إدارة المشاريع، أو إدارة المشروع. في الشابتر الرابع بدنا نحكي عن الإدارة، كيف نعمل الـ Planning، كيف بدنا نعمل Scheduling، كيف بدنا نعمل تخطيط وجدولة للبروجكت. نبدأ شو. طيب، project management organizing planning and scheduling software projects، ايش يعني؟ تنظيم وتخطيط وجدولة مشاريع البرمجيات، تنظيم وتخطيط وجدول مشاريع البرمجيات. المواضيع اللي بدنا نغطيها Management Activities، أنشطة الإدارة، Project Planning، تخطيط المشروع، Project Scheduling، جدولة المشروع، Risk Management، بناء من هذا اللي هو إدارة المخاطر، إيش المخاطر على المشروع. Software Project Management، إدارة مشاريع البرمجيات. Concerned with activities involved in ensuring that software is delivered on time and on schedule and in accordance with the requirements of the organization developing and procuring the software. يعني يهتم بالأنشطة التي ينطوي عليها ينطوي عليها ضمان تسليم البرمجيات software deliver في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد، في الوقت المحدد والموعد المحدد، ووفقا لمتطلبات requirements of organizations، متطلبات المنظمات التي تطور وتشتري البرمجيات. طيب، Project management is needed because software development is always subject to budget and schedule constraints that are set by the organization developing the software. طيب، احنا هنا بنقول ليش بدنا project management، إدارة المشروع. Needed. Why is needed? Need because لأنه software development، لأن تطوير البرمجيات يخضع دائما، تمام، software development يخضع دائما subject to budget and schedule constraints، لقيود الميزانية والجدول الزمني الذي تحددها المؤسسة التي تطور البرمجيات، تمام. software management distinctions، فروق إدارة البرمجيات، فروق إدارة البرمجيات. The product is intangible، يعني غير ملموس، يعني مش ماوس أنا بمسكه أو إيش بنمسك إيش، لا، غير ملموس. Product is uniquely flexible، المنتج مرن بشكل فريد. Software engineering is not recognized as an engineering discipline with the same status as mechanical electrical engineering. يعني إيش؟ لا يتم التعرف على هندسة البرمجيات، not recognized، على أنها انضباط أو تخصص هندسي زي اللي هو الميكانيكال انجينيرنج او الالكتريكال انجينيرنج، هندسه الكهرباء والهندسه الميكانيكيه، الهندسه الكيميائيه، لا، مش متعارف عليه كانه كهندسه من قسم الهندسه يعني. software development process is not standardized، تمام، عمليه تطوير البرمجيات ليس موحده. Many software projects are on-off projects، يعني العديد من المشاريع البرمجيات هي مشاريع مرة واحدة، ما فيش زيها، بس مشروع واحد، غالبية المشاريع مشروع واحد وبس.
تمام. مانجمنت اكتيفيتيز الوقت بدنا نشوف نشاطات الإدارة إدارة البرمجيات. واحد من نشاطات بروبوزال رايتنج، بروجكت بلاننج اند سكيدجولينج، بروجكت كوستنج، بروجكت مونيتورينج اند ريفيو، بيرسونال سيلكشن اند ايفالويشن، ريبورت رايتنج اند برزنتيشن. كل هذه النشاطات الإدارية، بروبوزال رايتنج كتابة الاقتراح والمقترح، بلاننج اند سكيدجولينج تخطيط المشروع والجدولة، كوستنج التكلفة، مونيتورينج اند ريفيوز رصد المشروع والاستعراضات ومراجعته، بيرسونال سيلكشن اند ايفالويشن. بيرسونال سيلكشن يعني اختيار الموظفين والتقييم تبعهم. ريبورت رايتنج اند برزنتيشن طبعا كتابه التقرير عن المشروع، في الاخر لازم احنا نكتب تقرير ونعمل له برزنتيشن اللي هو عرض. مانجمنت كوموناليتيز اداره القواسم المشتركه في الاداره، القواسم المشتركه في الاداره. These activities are not peculiar to software management. يعني هذه الأنشطة ليست غريبة عن إدارة البرامج. Many techniques of engineering project management are equally applicable to software project management برضه. يعني العديد من تقنيات إدارة المشاريع الهندسية قابلة للتطبيق على إدارة مشروعات البرمجيات، نفس الشيء زي هندسة الكهرباء وهندسة البرمجيات نفس الشيء. Technically complex engineering systems tend to suffer from same problems as software systems. يعني الأنظمة الهندسية المعقدة تقنيا تعاني من نفس المشاكل مثل أنظمة اللي هو البرمجيات. طيب project staffing كيف بدنا نجيب اللي هو الموظفين للمشروع؟ May not possible to appoint the ideal people to work on a project. يعني بقول لك قد لا يكون من غير الممكن اللي هو انه نحط ونعين الاشخاص المثاليين للعمل في المشروع. ليش؟ يعني انت بدك تعمل مشروع، مش شرط انه نعمل اللي هو نعين المثالي، الانسان المثالي. ليش؟ بقول لك project budget may not allow for the use of highly paid staff. قد لا تسمح الميزانية المشروع باستخدام الموظفين ذوي الاجور العالية. يعني واحد أجره عالي احنا الميزانية ما بتسمحش. Staff is appropriate. Staff with appropriate experience may not be available. يعني الموظفين ذوي الخبرة المناسبة ممكن يكونوا غير متاحين. Not available. An organization may wish to develop employee skills on a software project. قد ترغب إحدى المؤسسات في تطوير مهارات الموظفين في المشروع نفسه، مشروع البرمجية. تمام؟ Managers have to work within these constraints especially when there is an international shortage of skilled IT staff. تمام؟ يعني يتعين على المديرين العمل في إطار هذه القيود، وخاصة عندما يكون هناك نقص دولي. There is an international shortage، نقص دولي لا مين لتكنولوجيا المعلومات المهرة، كما هو الحال الوقت كل غالبية اللي بيشتغلوا في الاي تي غالبيتهم شغالين. طيب project planning تخطيط المشروع، بدنا نشوف هالوقت كيف احنا بدنا نعمل planning، كيف بدنا نخطط المشروع وايش هو الخطوات اللي هو لتخطيط المشروع. Probably the most time consuming project management activity. يعني ربما يكون أكثر نشاط في إدارة المشاريع استهلاكا للوقت. Time consuming, most time consuming. أكثر إشي بيستهلك في الوقت في هذا اللي هو project planning. بيستهلك وقت. Continuous activity from initial concept through system delivery. يعني نشاط مستمر من المفهوم الأولي حتى تسليم النظام. Plans must be regularly revised as new information becomes available. يجب مراجعة الخطط بانتظام كلما توفرت معلومات جديدة. تمام؟ طيب. Various different types of plan may be developed
to support the main software project plan that is concerned with the schedule and the budget. يعني يمكن تطوير أنواع مختلفة من الخطط لدعم خطة مشروع البرنامج الرئيسي التي تهتم بإيش؟ بالجدول الزمني والميزانية. أهم إيش عندنا؟ الجدول الزمني والميزانية. طيب أنواع اللي هو البروجكت بلان، أنواع خطة المشروع. في عندنا كواليتي بلان، فاليديشن بلان، كونفجريشن مانجمنت بلان، مينتنس بلان، ستاف ديفلوبمنت بلان. خطة اللي هو خطة الجودة، خطة التحقق الفاليديشن، خطة إدارة التكوين كونفجريشن، خطة الصيانة مينتنس، خطة التطوير اللي هو الموظفين. تمام، وهي كل واحد ايش بيسوي. Describe the quality procedure and standard that will be used in the project. يصف إجراءات الجودة والمعايير التي سيتم استخدامها في المشروع. طيب هنا describe the approach validation plan. Describe the approach resources and schedule used for system validation. تصف النهج والموارد والجدول الزمني المستخدم في ايش؟ في التحقق من صحة النظام. طيب configuration. Describe the configuration management procedures and structures to be used. وصف الإجراءات إدارة التكوين والهيكلية structures اللي استخدامها. Maintenance plan. Predict the maintenance requirements of the system, maintenance cost and effort required. يعني يتنبأ بالمتطلبات الصيانة للنظام، ويتنبأ بالتكاليف الصيانة والجهد المطلوب كمان. طيب staff development. Describe how the skills and experience of the project team members will be developed. يصف كيف سيتم تطوير مهارات وخبرات أعضاء اللي هو الفريق. طيب عملية البلانينج أو عملية الإدارة، عملية التخطيط المشروع project planning process. واحد طبعا هذا اللي هو algorithm. تمام، establish project constraints، إنشاء قيود المشروع. make initial assessment of project parameters، إجراء تقييمات أولية لمعالم المشروع. define project milestones and deliverables، تحديد معالم المشروع والتسليمات، متى أنت بدك تسلم. while project has not been completed or cancelled loop، يعني هنا بدنا نعمل loop تمنا لفنه. draw up projects في حين لم يتم إكمال المشروع أو إلغاء المشروع، يعني بدنا نشوف. draw up project schedule، وضح جدول المشروع. أهم شيء جدول المشروع. initiate activities according to schedule. wait for a while. بدأ الأنشطة وفقا لجدول الزمني. انتظر من فترة في الوقت المحدد. review project process، مراجعة تقدم المشروع. revise estimates project parameters، قم تحديث جدول المشروع. مراجعة تقديرات معلومات المشروع. update project schedule، قم بتحديث جدول المشروع. renegotiate project constraints and deliverables، إعادة التفاوض على قيود المشروع وتسليماته. if problems arise، إذا كان في عندنا مشاكل بعد ذلك. then engineer technical review and possible revision، اللي هو إذا في عندنا مشاكل الشروع في المراجعة الفنية والمراجعة المحتوى. تمام، وهكذا. structure اللي هو التركيب. project plan structure، هيكلية خطة المشروع. هيكلية خطة المشروع أول شيء لازم يكون في عنا introduction، project organization، risk analysis، hardware and software resource requirements، work breakdown، project schedule، monitoring and reporting mechanism. يعني عنا مقدمة، عنا تنظيم مشروع، عنا تحليل مخاطر، عنا متطلبات موارد الأجهزة، تقسيم العمل، الجدول الزمني للمشروع، و آليات المراقبة والإبلاغ، مراقبة يعني. تمام؟
Activity Organization تنظيم اللي هو النشاط وترتيب النشاط. بنخليه لمحاضرة جاية إن شاء الله، ونبدأ فيها المرة القادمة إن شاء الله. بكفل هنا، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.